Ja. الكرة الآن في خط وسط الميدان، أول ظهور رسمي لعب مولا بالربح أمام فريق الصبر. يو واش لي فيراجيست، نتمنى من الله كاملين تكونوا بخير وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو. إذا ومن بعد ما استحضرنا جميع في الجزء الأول من هذه الحلقة اللي دوينا فيها على أجمل 10 تيفوات تهزوا لهذه السنة وهذا الموسم الكروي، ففي الجزء الأول دوينا فقط على التيفوات اللي حسد الترتيب من 10 حتى ل 6 واللي غادي نخليه لكم في صندوق الوصف، اللي مازال ما شافوا تفرجوا في الجزء الأول هو الأول، ومن بعد مرحبا بكم في الجزء الثاني اللي راكم كتشوفوا دابا واللي فيه غادي نهضروا على توب 5 أجمل تيفوات الألتراس المغربية لهذه السنة، واللي بطبيعة الحال الترتيب كيف ما كاملين عارفين كان ديالكم نتوما عن طريق التصويت اللي درناه في الفيسبوك والانستغرام ديالي، واللي كنبغي نعاود نفكركم مرة أخرى أنكم تفولوني تما حيت كندويو على كل كبيرة وصغيرة كتخص عالم الألتراس وعالم الحركية. فقبل ما ندخلوا للفيديو فرا كنبغي نفكركم ضروري في الكونسوماسيون ديالكم الخوت اللي كتمثل في لايك الفيديو، واللي خاص نوصلو حتى هو لأكثر من 5000 لايك في أقرب وقت ممكن، والتعاليق فرا بغيت الترتيب ديالكم الخاص على التيفوات اللي تهزوا هاد العام، وبغيتكم كذلك توصلوا الفيديو لأكثر من 1000 كومونتير اللي أنا معول عليكم توصلوها بكل سهولة وتفوتوها اللي كاع. وأهم حاجة هي الاشتراك في القناة باش تدخل عائلة الفيراجيست اللي ما بقى ليها والو إلا وخطوات ولمسات أخيرة باش نوصلوا الهدف ديالنا واللي هو 100000 ابوني في اقرب وقت ممكن. لفيراجيست ما نطولش عليكم اكثر من هكا، خليكم مع الانترو وندوزوا للترتيب ديالنا. فقبل ما ندخلوا في الانترو ديال الحلقه غنبغي نهضر لكم على واحد من افضل مواقع لبيع جميع المنتوجات الرياضيه FYY سبورتس، اللي غادي تلقاو عنده جميع المعدات الرياضيه من تونيات سبرديلات كيت مات وزيد وزيد. ونزيدكم فرا غادي تستافدوا من برومو كود غينقص لكم حتى 5% من قيمة المنتج اللي بغيتو تشريو، والليفريزون فرا كاينه في جميع انحاء العالم. اللين ديال الموقع غتلقاوه في صندوق الوصف، دخلوا تشيكيو لي برودوي اللي عندهم تما. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالنسبة للترتيب فرصلنا للتوب 5 وأقوى وأجمل 5 تيفوات تهزوا هاد العام، واللي أصحاب المركز الخامس رغم منعهم من التنقل مع فريقهم لأي مباراة بسبب أعمال الشغل فركنا نقدروا نشوفوا أعمال أجمل وأقوى من هاد العمل. ولكن على العموم أصحاب المركز الخامس هما حراس العاصمة كولفة شيكيفارا، وفي ماتش نهائي كأس العرش اللي عرف مواجهة الجيش الملكي بالمغرب التطواني على أرضية ملعب أدرار الكبير بمدينة أكادير، وعلى رغم العلاقة المتوترة اللي كاينة بين عساكر العاصمة وأبناء المدينة أولتراس إيمازيغ، فالعساكر رغم ذلك لبوا النداء وحضروا بأعداد كبيرة ومحترمة لمدينة أكادير، وبتيفو كيب ذا ليد مرفوقا بكأس العرش اللي عناو به أنهم زعماء المغرب وغيبقوا زعماء بتتويج الجيش الملكي باللقب رقم 12 ليه في بطولة كأس العرش. فالموسم المقبل كتمنوا ان جماهير الجيش الملكي تحاول تنقل فيراج ويتزرع وسطهم روح الاخوه ويكون فهم القالب اللي دائما كنشوفوه كيتعاود ليهم، وتحيه حركيه للجماهير العسكريه. نخرجوا من العاصمه الرباط ونمشيو للسوس وبالضبط لمدينه اكادير ولعند اولتراس ايمازيغ، وبتيفو كوريغرافي بالاحمر والبيض والكحل كيحمل عباره فورتكس مع ميساج بالانجليزيه تيقول شاين يور لايت and let the whole world see. وكذلك فرزادو تيفو تروادي اللي غادي يخلي الجميع حال فمه في هذا الابداع اللي عطاه وليدات سوس. المهم تيفو كان بعنوان اكزوكيست مرفوقا بشخصيه بيه، وهي الشخصيه اللي متبنيها الايمازيغن كلوغو خاص بيهم وكقائد لمحشر الكورفة السوسيه. والغريب من الامر واللي خلى كل شيء من بار فراه هو الكيو ار كود اللي بان بيه هزو في تيفو، واللي فيه كتعتبر اولتراس ايمازيغن اول اولتراس في العالم كتطلع تيفو تروادي بالكيو ار، ولا جربت تدخل لهذا الكيو ار كود غطلع لك هاد الصوره واللي فيه شخصيه بيه اللي كيعتبروه الملك اللي خاص وليدات الفيراج كاملين يطيعوه وينفذوا الاوامر ديالو، مصحوبه بعباره اي ام ذا بروتيكتور اي ام ذا سيفر، واللي معناها انا الحامي وانا المنقذ. صراحه قالها لفيراجيست هاد تيفو
فراكي تعتبر من أجمل التيفوات وأقواهم في المعنى في تاريخ الحركية العالمية ماشي غير المغربية. والآن فرصنا للطوب طروة وأقوى وأجمل ثلاث تيفوات هزوات السنة من طرف المجموعات المغربية حسب التصويت ديالكم نتوما في الصفحة الرسمية للقناة على الفيسبوك. وأصحاب المركز الثالث هم فدائيو الوداد أولترا وينرز، وفي ماتش الوداد الرياضي ضد فريق بيترو أتليتيكو الأنغولي ضمن منافسات دوري أبطال إفريقي، واللي بطبيعة الحال وكيف ما كاملين عارفين توجج به الوداد في نهائي ضد الأهلي المصري. المهم وبالنسبة لسبب اختياري لهذا التيفو بالضبط، ألا وهو التواجد ديالي في هذه المباراة والانبهار ديالي بالتيفو من وسط الدونور. المهم الفلوق راه غتلقاوه الفوق وأيضا في صندوق الوصف. المهم تيفو الوينرز جمع ميساج تيقول ما تتمين الصوالات والجوالات إلا بالانتصار والتتويجات، واللي كانت رسالة تحفيزية للعاب باش يرجعوا ومعاهم الكأس الغالية. وتبعوها تيفو كوريغرافي شات فريميجا والمنعرج الأيمن كامل بدعوا فيه بعبارة غزات القارة كتعبيرا على تركيب بصمتهم جميع بلدان القارة سواء بتنقل أفراد المجموعة أو عن طريق فريق الوداد، مرفوقة بصورة الرحالة ابن بطوطة اللي كتعتبر من أشهر الرحالة في العالم، بحيث أنه خرج من طنجة سنة 725 هجرية وطاف عشرات ديال البلدان، واللي أشهرهم هما مصر والحبشة والشام واليمن وعمان والهند والصين، واللي شبهوا فيه جل مكونات فريق الوداد من لعابة وطاقم تقني وجمهور بالرحالة ابن بطوطة. أما بالنسبة للكوريغراف فراد تكتب باللغة العربية الأصلية، واللي بالنسبة لي فراد كان ميل بزاف لها بنوع ديال التيفوات حيت كان حس بالخدمة فيه كتر وصعيب تطلع بحالة التيفوات. فريسبكت للوينرز على هاد الخدمة والإبداع اللي بينوا عليه هاد العام، وتحية حركية ليهم ونتمنوا ليهم محسن إن شاء الله الموسم القادم. وصلنا للطوب 2 وأقوى جوج تيفوات تهزوا هاد العام وغنبقاو في الدار البيضاء وبالضبط لعمد النصر الأخضر الرجاوي ومع مجموعات الكورفا السود. تيفو بعنوان Spread your wings to reach our ambitions، واللي جات بمعنى مدد أجنحتك لتحقيق طموحنا. أما بالنسبة للتيفو فرق السمو على جوج، أولا تيفو كوريغرافي بالخضر والبيض والكحل مغطي المكانة كاملة، تيفو بعنوان Fly high واللي جات كميساج للعابة والطاقم التقني على ضرورة بسط أجنحة النسور والطيران عاليا لتحقيق البطولات وكتابة أسطر النجاح. والتيفو الآخر فرجاك كمال التيفو الأول والميساج الأول واللي جسدوا فيه شعار الفريق، ألا وهو النسر اللي فارض الأجنحة دياله وفي عينيه تقدر تشوف ريح القتالية والغير على الفريق. وكذلك تيفو النسر فرجاك باش يذكر الجميع داخل أسوار النادي أن الرجاء كيمثل النسر اللي كيمرض وكاع ما كيموت، وأنه دائما غتلقى جمهور كيدافع على أسوار وكرامة النادي ودائما غيفكروك في قيمة التوني اللي راك لابس. تحية حركية الكورفا السود وكتمناو ليهم الحرية لجميع المعتقلين، والموسم القادم تكون أحسن من هذا الموسم. أصحاب المركز الأول توب 1 ومع أجمل وأقوى تيفو تهز لسنة 2022 بالتصويت ديالكم نتوما وكذلك التصويت ديالي، فرأى أجمعنا على أن الفاتال تيغرز وبتيفو رجال المدينة هو أجمل تيفو تهز هذا العام. بالنسبة للميساج فرجا مفادو أن بفاس واقع مظلم نحترق لكي يتوهج، واللي لخصو فيه واقع الكرة داخل مدينة فاس اللي كيتعرض لتسيير هاوي كيفو كيف كافة المجالات الأخرى. وزادو تيفو في الفيراج مغطي السافانا كاملة، هو عبارة على تيفو كوريغرافي بالصفر والكحل كيمثل ألوان الفريق وكذلك المجموعة. برزو في التيفو لوغو المجموعة هو عبارة عن نمر الأدغال الإفريقية اللي في عيني كيشوف وحاضر الفريق ومحافظ على شخصيته أمام الأعداء اللي ما باغينش الخير لماص. والجهة الأخرى تيفو كوريغرافي آخر بالصفر والبيض كيمثل عبارة رجال المدينة اللي مكتوب باللغة العربية والخط العربي الأصيل، واللي ملي شفته تفاجأت بزاف وعجبني الحال حيت كيف ما قلت ليكم كنفضل تيفوات العريقة اللي كيبرزوا فخر المجموعات بمدنهم وفريقهم. ريسبكت لخوتنا الفاتال تيكرز ونتمنوا ليهم مزيدا من التألق والإبداع الموسم القادم إن شاء الله. وبهذا لفيراجيز غنكونوا دوينا على أقوى 10 تيفوات هزوا لهاد العام من طرف مجموعة الألتراس المغربية، واللي كانت بتصويتكم نتوما داخل الانستغرام ديالي وكذلك داخل الصفحة الرسمية للقناة عبر الفيسبوك. نتمنى من الله ترتيب يكون بيناتنا مشترك وعادل، ولعجبك الفيديو وهاد الحلقة
خلوا لي لايك واشتراك في القناة. وهنايا غتكون سالات الحلقة ديال اليوم، وما بقى لي ما نقول لكم من غير تهلاو لي فراسكم على فيراجيست، ونتلاقاو في الحلقة الجاية. او بيس.